الحمد لله. ربنا يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. علق أحد السلف تعليقا لطيفا عليها فقال عن بعض المصلين إنهم لم يشربوا الخمر ولكنهم لا يدرون ما يقولون في الصلاة، قد أسكرتهم الدنيا. نحتاج أن نجاهد أنفسنا لنعود إلى جو الصلاة ونتفكر فيما نقرأ من الآيات والأذكار.